وهنا أقول لكل أخ رزقه الله بأخت هنيئا لك، هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى أن يكون عندك أما ثانية. هذه الأخت بالمناسبة لا تحب أحدا كما تحب أخاها. هذه الأخت تأكد أيها الأخ، لن يحزن أحد لحزنك كما هي تحزن، ولن يفرح أحد لفرحك كما هي تفرح. تشاركت معها نفس الرحم، وتشاركت معها نفس البيت، نفس المطعم والمشرب. هذه الأخت لها حق عليك، زرها دائما، اتصل عليها، أكرمها ولو هي متزوجة، أشعرها بأنها مميزة. هذه الأخت سئلت يوما: من أحب الناس إليك، زوجك أم أخوك أم ابنك؟ فقالت: الزوج موجود والابن مولود والأخ مفقود. فهي لن تحب أحدا كما تحبك أنت. علاقة الرحم التي بينك وبينها يجب أن تستثمر، ويجب أن تنتهز وتستغل للوصول إلى الجنة. هذه الرحم بالمناسبة معلقة بالعرش، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله.